أماني أماني إيه في حاجة؟ لا أبدا عن إذنك. هو مين الجدع اللي مشيت معاه أماني ده؟ مش عارف، هو شكله كده يشبه الجدع اللي اسمه حربي اللي أماني بتتكلم عنه وبتكتب عنها مواضيع الأخرانية. حربي؟ إيه اللي جابك الجورنال النهاردة؟ كنت عايز أعتذر لك وأرشح لك موقفي. اتفضل أنا سامعاك. لسه أماني أخوكي أكرم باشا من يوم ما خرجت من السجن هو حاططني في دماغه، لا طايقني ولا هضمني، واديكي شفت بنفسك كان بيتعامل معايا ازاي في القسم يوم ما اتقابلنا اول مره. وبعدين شوف انت بقى، الراجل اللي مش طايقني ده لما يعرف اني بقابل اخته واكلمها وبقى في بينا لغه، شوف انت بقى هيعمل ايه. حربي انت بتعمل حاجه غلط وخايف ان اكرم يعرفها؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ خايف. خايف؟ اللي اعرفه عنك انك انسان شجاع وقلبك جريء وانك عمرك ما بترجع عن حاجه انت مؤمن بيها. لا يا انسه اماني ما تفهمنيش غلط، انا مش خايف على نفسي، انا خايف عليك انت. خايف عليا انا؟ انت اصلك مش فاهمه حاجه. انت بالنسبه لي يعني انت اصلك حاجه تانية، انت حاجه تانية خالص. يعني انا انت غير اي واحده انا عرفتها في حياتي، غير اي واحده خالص. يعني لما بشوفك، لما بقابلك، يعني اقصد لما بقابلك يعني لما بتكلم معاكي، انا لما بتكلم معاكي انك بتسمعيني، يعني انت بتسمعيني، وانا ها انا بقى مش انا مش عارف انا بقول ايه. اظهر انك قلت أكتر من اللي أنت عايزه. لا والنبي يا أستاذة أماني ما تفهمنيش غلط، أبواب الأذى واسعة، وأكرم أخوك عشان يأذيني ممكن يأذيكي، وأنا ما أقدرش أستحمل إنك تتأذي من تحت راسي. أنت غالي عندي أوي يا نساء أماني، غالي عندي أوي، وأنا مستحيل أسمح لأي حد يأذيكي حتى لو كان أخوك. أنا مش عارفة أرد عليك أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة، أنا بس يعني كنت عايز إن أنا أشرح لك موقفي وإن أنا أعتذر لك وإنك تسامحيني عن إذنك. بص أنا عايزك توديه الحاجات دي هناك، وأنت عايزك توضب لي الحتة دي كلها. زين يلا بينا نغير هدومنا عشان نلحق نروح معانا. أكل يا بركة ولم الإرادة دي المعلمة وأسبقنا على العشاء. ربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله. عدلي بيه. حربي وزين يا صاحة الباشا. شكرا يا فتاح. اتفضل. يا باشا ميعادكم مظبوط؟ احنا دايما يا باشا مواعيدنا مظبوطه. ده ماشي ياكل دي كلها. برضه يا باشا يعني الواحد لما يجي يقابل الناس الكبار يعني لازم يكون قدها، مش كده ولا ايه يا باشا؟ الحقيقة أنا كان نفسي أعزمكم على قهوة أو شاي، بس أنا مفيش وقت، المشوار لسه قدامنا طويل. ولا يهمك يا باشا، كأن القهوة وصلت يعني، مش مشاكل. كويس أوي، يلا بينا. Thank you.
الو الو الو، مين يا فتحي؟ محدش بيرد يا هلا. طب استنى انا اللي هرد. امرك يا هلا. الو. ولا زمان يا ميسه، من زمان ما سمعتش صوتك. مين معي؟ ايه نسيتي صوتي ولا ايه؟ معذوره، احنا بقالنا سنين ما كلمناش بعض في التليفون. صلاح انت خرجت امتى؟ من فتره قريب. ازيك يا ميسه، اخبارك ايه؟ وايه اللي خلاك تتكلم دلوقتي؟ وحشتيني، نفسي اقابلك. انت اكيد اتجننت. ولا عاوز اشوف حبه القديم يا ميسه يبقى اتجنن؟ فاكره زمان يا ميسه ايام الجامعه؟ فاكرة كنا بنتقابل فين؟ في نت ماما. فاكرة ولا نسيتي؟ استناك هناك كمان نص ساعة، ما تتأخريش عليا. صلاح أنا بحبك، بحبك يا صلاح، بحلم باليوم اللي نكون فيه في بيت واحد مع بعض. بس امتى ده يحصل؟ امتى يا صلاح؟ قريب قوي يا ميسة، قريب. ازيك يا حبيب عمتي؟ الحمد لله. مساء الخير يا بابا. مساء النور يا امان. امال نونا فين؟ في المطبخ بتتحدى الاكل. طيب اروح اساعدها، انا هسميتها من جوه. مالها؟ طب تعملي مبسوطه النهارده كده ليه؟ مش عارف يا حبيبي، مش عارف. اصبري يا اماني لما اسخن الاكل واكرم يجي. لو انا جعانه هطلب جوع. ايه يا اماني؟ اللي يشوفك النهارده ما شفتيش امبارح، ايه اللي حصل؟ مفيش يا بابا، عادي عادي ازيك يا ميسه؟ يا والله زمان. عايز مني ايه صلاح؟ ابدا، وحشتيني، كنت عايز اشوفك. صلاح انا دلوقتي ست متجوزه وعلى ذمه راجل، وبعدين اللي كان بيني وبينك انتهى من زمان. ما اعتقدش انه انتهى، والا ما كنتش جيتي. انت اتصلت بيا ليه يا صلاح؟ عاوز اسالك سؤال واحد بس وتمشي على طول. اتفضل. انت سعيده في حياتك مع جوزك؟ نعم. سعيده في حياتك مع عدلي؟ طبعا سعيده. ايه السؤال اللي انت بتساله ده؟ ممكن سؤال كمان؟ سؤال ايه؟ انت اللي خدت المستندات من مكتبي واديتها لعدلي؟ ميسا انا مستني اجابتك. انت اللي خدت المستندات. بقى انت متصل بيا وجايبني لحد هنا عشان تسالني الاسئله الغبيه دي؟ لا طبعا. امال كنت عايز تقابلني ليه؟ عشان بجد وحشتيني، كان نفسي اشوفك. عن اذنك. ميسه. ايوه دي تليفوناتي، الموبايل وتليفون الارض. لو احتجت أي حاجة، أي حاجة، كلميني على طول. واسمحي لي من وقت للتاني أتصل أطمن عليك. أنا ماشية.